عندما تعلن أنت بأنك تريد أن تقيم إمارة في إطار أفغانستان، أنت أولا يعني رضيت أن تساوم على المشروع الإسلامي، على الهوية الإسلامية. أنت أولا، أنت أيها الأخوة في طالبان، أنتم لستم، هويتكم ليست الهوية الأفغانية، أنتم قضيتكم ليست أفغانستان. الأرض لا تحدد الانتماء، والعرق لا يحدد الانتماء، الذي يحدد الانتماء والولاء هو العقيدة، والعقيدة تقول بأنكم جزء من أمة إسلامية، والعقيدة تقول بأن قضيتكم هي الإسلام وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وإعادة الحكم بما أنزل الله وتوحيد الأمة الإسلامية وتحرير البشرية من رشد الليبرالية ومن ظلم الرأسمالية. الإسلام حدد القضية وحدد الهوية، وبالتالي حين تقولون نحن لسنا معنيين، لسنا معنيين فيما يجري خارج أفغانستان، نعم. ونحترم سيادة الدول ونلتزم بالقانون الدولي. أي قانون دولي؟ هذا القانون الدولي الذي يمزق بلاد المسلمين، هذا القانون الدولي الذي فرض كيان يهود المحتل في الأرض المقدسة، طيب. الأرض المباركة فلسطين. نعم. إذا كنت غير قادر على تحرير المسلمين على الحدود، بجانبك على الحدود في الصين وفي تركمانستان وأوزباكستان وطاجيكستان، إذا كنت غير قادر على تحريرهم، لماذا ترسل رسائل طمأنة لهذه الدول؟ لماذا تعترف بهذه الدول؟ لا يجوز، انتبه، لا يجوز شرعاً أن تعترف بأنظمة طاغوتية في بلاد المسلمين. العلاقة مع الأنظمة التي تحكم بلاد المسلمين غير العلاقة مع السويد أو مع سويسرا أو مع اليابان. هذه الدول التي لا تحارب المسلمين فعلاً، لا تحتل بلاد المسلمين، يجوز إقامة علاقات سياسية، اقتصادية، تجارية مؤقتة معها، ولكن لا يجوز أنت كحركة أن تعترف بالنظام القطري أو النظام التركي أو النظام الأوزبكي. هذه أنظمة غير شرعية، هذه أنظمة تسلطت على المسلمين وتحكم بنظام كفر، إقامتك علاقة معها هو اعتراف بها، هو إقرار لها، وهذا لا يجوز في الشرع.